مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حالات إبداع، الذي نسلط الضوء فيه على إبداعات يمنية في العلوم والفنون ومجالات أخرى. نستعرض وإياكم مواضيع حلقة هذا الأسبوع. أكاديمي يمني له الفضل في تأسيس وتطوير أقسام هندسة الأجهزة الطبية في الجامعات. اختراع جديد، باكورة للمسنين تولد الكهرباء. وأخيرا تعرفوا على مبادئ رسم المنظور وسنة أولى رسم. أهلا بكم من جديد. سلامة الأجهزة الطبية أحد أهم العوامل للحصول على تشخيص دقيق، وبالتالي الوصول بإذن الله لعلاج الأمراض. في التقرير التالي نسلط الضوء على أكاديمي يمني له باع في مجال هندسة الأجهزة الطبية، حيث يعتبر أحد مؤسسي التخصص المعني بهذا المجال في عدد من الجامعات، فلنتابع. هناك سبب يغفله الكثيرون يقف خلف وفاة عشرات المرضى في المستشفيات اليمنية، هو سلامة الأجهزة الطبية. لا يكاد أحد يدرك أهمية حجم الهندسة الطبية أكثر من الدكتور فاضل الأكوع، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية، الذي يعطي معيارا مهما قبل أن تختار المستشفى الذي تقصده. شهادة ما يسمى بالجي سي آي تمنح للمستشفيات التي تعاير أجهزتها باستمرار. الخدمة هذه ليست موجودة في اليمن للأسف، ولكننا أدخلنا هذه الخدمة يعني كقطاع خاص، أنه الآن أي شخص يريد أن يحصل على شهادة ضمان الجودة الطبية في الأجهزة الطبية عليه أن يتجه إلينا، وسوف نقوم بمعايرة الأجهزة الطبية حسب تصنيف الأجهزة الطبية، حسب الستاندر العالمي أو منظمة الصحة العالمية هي التي تضع تلك الستاندر أو المقاييس، ثم نمنح ذلك الجهاز هذه الشهادة حتى نضمن سلامة المريض. وللتوضيح أكثر عما تحدث به الدكتور، طلبنا منه التطبيق على أحد الأجهزة، وهو جهاز شاشة مراقبة المريض. هذا الجهاز يفحص 5 بارامترات أو متغيرات في جسم المريض في غاية الأهمية. أولا يفحص إشارة القلب أو ما تسمى بالإي سي جي، ثم يفحص نسبة ضغط الدم في جسم المريض، ايضا يفحص نسبه الاس بي او 2 او ما يسمى بنسبه تشبع الدم بالاكسجين، ايضا يفحص الريسبيريشن ريت او نسبه او التغير في التنفس للمريض، ايضا يفحص كم الهارت ريت او كم عدد نبضات القلب في الدقيقه الواحده، يفحص اشياء كثيره، ايضا التمبريتشر يفحص كم درجة حرارة المريض. إذا حصلت أي مشكلة من المشاكل في هذه المتغيرات لازم أن يعطيك إنذار أن الجهاز خارج الخدمة أو أن المريض أصبح لديه متغير ممكن يؤدي إلى وفاته. مثلا لو دخل المريض في ما يسمى بالفنتريكال فيبريليشن، مفترض أن الجهاز مباشرة يعطيك إنذار أن الجهاز أن المريض في حالة ممكن أن حرجة، ممكن أن يتوفى، ممكن أن يحصل له مثلا شلل، يحصل له مشكلة كثيرة، التمبريتشر إذا ازدادت، الضغط إذا ازداد، نسبة الأكسجين في الدم إذا قلت بشكل كبير، فهو في حالة. للأسف تجد في المستشفيات اليمنية يعني لا يوجد أي اختبار لهذه المتغيرات، فلذلك تجد الجهاز منذ شرائه إلى يوم استغناء عن الجهاز تجد الجهاز هناك مرمي ولا أحد يفحص. أضرب لكم مثل أيضا أكرر دائما كل مرة، أن الجهاز لم يعطي مؤشر أن المريض في غرفة العمليات بدأ في الانهيار أو في حالة غيبوبة، فالدكتور بيشوف أنه المريض حصل له غيبوبة لكن الجهاز لم يعطي أي إنذار، فللأسف حالة توفت والجهاز في الدكتور في الأخير لام الجهاز أنه الجهاز لم يعطي أي مؤشر. لهذه الأهمية أخذ الأكوع على عاتقه إنشاء أول قسم للهندسة الطبية الحيوية في اليمن في العام 2009 بعد 3 أعوام من حصوله على الدكتوراه. تعتبر الهندسة الطبية من التخصصات العلمية الواسعة والمتعددة المجالات، وتتمثل الحاجة إليها لجمعها بين الطب والهندسة. عليك أن تفهم مبادئ الهندسة حتى تصنع الجهاز،
وعليك أن تصنع جهاز الإنسان، والإنسان هذا هو طب، يعني في الأخير ما هو إلا يعني فيسيولوجي وأناتومي أو تشريح أو وظائف. لا يبد أنه ما هو العلم الذي يجمع ما بين الشيئين، ما بين الطب وما بين الهندسة والهندسة الطبية. بداية اهتمام الأكوع بالهندسة الطبية كانت عقب حصوله على درجة البكالوريوس في العام 2003 من جامعة القاهرة، حيث اختار هذا التخصص لسببين. في اليمن يوجد ثغرة كبيرة جدا، هناك الأجهزة الطبية مرمية لا أحد يصونها، لا أحد يهتم بها. عندما تحتاج إلى مهندس لازم أن تستدعيه من الأردن أو من لبنان، أو من أحيانا تكون الظروف الأمنية في اليمن لا يستطيع أحد أن يأتي إليه، فكانت هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا. يؤكد الدكتور الأكوع أن الدافع وراء مبادرته بتأسيس أقسام الهندسة الطبية هو غياب الكادر الوطني في المجال الذي عادة ما يشغله أجانب. لماذا لا ننشئ قسم يتولى هذا الموضوع، يخرج الأجيال الذي يستطيع أن يصون الجهاز الطبي، يستطيع أن يعملوا معايرة للجهاز، يستطيع أن يكتشفوا الخطأ ويعالجوه من غير أن نأتي بناس متخصصين من الخارج. كانت هذه هي البداية. وبعدها بدأت الدفعة بالتخرج ورفض مجال الهندسة الطبية بالكثير من الكوادر الوطنية، لكن مع ذلك تبقت إحدى الاحتياجات. احتجنا إلى أنه الآن نضبط الجودة، كيف تضبط الجودة في المستشفيات اليمنية بالنسبة للأجهزة الطبية، كيف تمنح اعتماد لهذا المستشفى. الآن المستشفى عندما تروح إلى أي مستشفى في اليمن تجد المستشفى يعني لا يمتلك أي مؤهلات أن يقوم كمستشفى، لكن فأنشأنا مركز معايرة واستشارة الأجهزة الطبية لخدمة القطاع الخاص في اليمن الذي هو المستشفى. توج المجهود بعد ذلك بتطبيق برنامج لمعايرة وضمان جودة الجهاز الطبي في عدد من المستشفيات اليمنية، وصارت مخرجات التخصص تحظى بسوق واسع للعمل محليا وخارجيا. معظم خريجينا يعملوا، وإذا لم يعملوا هنا في السوق اليمنية يسافروا إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج. في طلابنا الآن موجودين في ماليزيا، طلابنا موجودين في دبي، طلابنا موجودين في كل مكان. للدكتور الأكوع كتبا وبحوثا منشورة عالميا، كما يعد أحد المحكمين في أكبر المؤتمرات العلمية العالمية في مجال الهندسة الطبية. لا يبخل الدكتور الأكوع في نقل خبرته إلى طلابه، ولذلك فلقد أشرف على ما يزيد عن 30 مشروعا طلابيا معظمها شارك وفاز بجوائز عالمية. شخصية محببة للطلاب وراغب في التنمية وراغب في خدمة المجتمع. استمر نشاط الأكوع في مجال الهندسة الطبية، والذي يعتبر أحد المراجعين لأقوى المجلات العالمية المختصة فيها، فأنشأ في العام 2009 أول مركز في اليمن لمعايرة الأجهزة الطبية. طموح بشكل كبير، راغب في خدمة بلده، وحريص على التعلم وحب التعلم، وأيضا لديه رغبة جامحة في البحث العلمي والتطوير والابتكار العلمي، وأخيرا أيضا راغب في تحفيز وتعليم الطلبة بما يفيد المجتمع وتوظيف العلم في خدمة المجتمع، وهذا قل ما تجده في كثير من الإخوة. كتلة نشاط وحيوية يبدو عليها الأكوع، فهو رغم درجته العلمية وحضوره الدولي يحرص على إعطاء من يرغب محاضرات مجانية عبر الإنترنت.